صاحب المعالي رئيس أوكرانيا. السيد الرئيس، السادة رؤساء دول الحكومات، الهيئة الدولية الحكومية المعنية بتغير المناخ نشرت تقريرها السادس، والذي ينبني أو يرتكز على أدلة علمية في أربع مناطق. هناك عامل مشترك وهو معضلة: زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة الاستهلاك. للأسف إن تنفيذ اتفاق باريس معرض للخطر من تنفيذ اتفاق باريس ذاته، وهناك هدف احتواء الاحترار العالمي في حدود درجة ونصف مئوية، وفي الوقت ذاته تقليل استهلاك الوقود الأحفوري العادي. ارتفعت الأسعار بشكل كبير، والاستهلاك أيضا نما بنسبة 5% بين دول مجموعة العشرين، بينما ازداد بنسبة الثلث في أوروبا في سبتمبر أيلول الماضي. هناك نقص في الفحم الآن، وهذا القطاع من المتوقع أن ينتقل إلى مجال الغاز الطبيعي. ووفقا للأمم المتحدة، تكثيف ثاني أكسيد الكربون والميثان وصل إلى أكبر نسبة له في 10 سنوات، وهذه درجة الحرارة ترتفع أكثر من الدرجات المتوقعة. كما أن الحسابات الجديدة يجب أن تبذل جهودا من أجل تحقيق الحياديات الكربونية أكثر مما هو متوقع في باريس في عام 2015. تهانينا للجميع. السيدات والسادة، أوكرانيا أصبحت أول الدول الأوروبية التي تصدق على اتفاق باريس، وحققنا ترتيبا رابعا بين الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية، ونحن نود أن نقلل الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030، وأن نحقق أيضا بما لا يتجاوز 2060 الحياد الكربوني الكامل. أوكرانيا دعمت عددا من المبادرات في هذا المؤتمر، لهذا المؤتمر أولا إعلان الغابات واستخدام الأراضي. يجب أن نؤمن النفاذ إلى التمويل الطويل الأجل والمتنبأ به أو الموثوق وفقا لصندوق المناخ، الصندوق الأخضر للمناخ. الأصدقاء الأعزاء، الفائز بجائزة نوبل سيد بريزي أشار إلى هدف مؤتمر غلاسكو. ما نحتاجه هو حلول قوية وأعمال فورية، وهذا يتطلب اهتماما خاصا. في عام 1992 وقعنا على اتفاقية الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في انبعاثات الغازات الدفيئة، وبعد 3 سنوات اتفقنا على أن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى مزيد من الالتزامات. وتلك التي قطعت في بروتوكول كيوتو، وهذا البروتوكول دخل حيز النفاذ بعد 8 أعوام من اعتماده في عام 2005، وبعد 6 سنوات قررنا أن نستبدله باتفاق جديد. وفي عام 2015 وقعنا اتفاق باريس، واتفقنا على أننا سنبدأ تنفيذه في غضون 5 سنوات، وهو عام 2020. وهذه السرعة التي استجبنا بها للتهديدات البيئية، الآثار كاترينا وساندي والزلازل في هايتي وفي المحيط الهندي والتسونامي والفيضانات وموجات الجفاف حول العالم انتشرت. حتى الفيضانات في غلاسكو منذ يومين قبل قمة المناخ، هذه لم تكن صيحة استنفار لنا لنتصرف كما ينبغي. من وجهة نظري، للتغلب على الاحترار العالمي ما نحتاجه هو حرارة عالمية في العلاقات بين الدول، حيث تتضاءل الثقة كل عام بين الدول. الاتفاقات لا تعني شيئا إن كانت كلمات فارغة،
وهذا ينطبق على المعاهدات البيئية وكذا الاتفاقات الأخرى التي لا تتصل بالبيئة. في عام 1994 أوكرانيا تلقت ضمانات أمنية والتي لم توفى، وانتهى الكوكب بقنبلتين زمنيتين في وسط آسيا، في وسط أوروبا، في دونباس وغيرها، وفي شبه جزيرة القرم التي تحولت إلى قاعدة بحرية روسية. وفي دونباس رأينا الألغام وتأكل التربة وكذلك تدهور مياه الشرب، وهذا يحدث في الوقت الذي نتحدث فيه، وهذا تهديد العالمي بأسره. في هذه الأوقات عندما تضرب الكارثة، أنا على ثقة مننا جميعا يجب أن نستجيب. وهذا حدث في انفجار محطة الطاقة النووية في تشيرنوبل التي أثرت على عدد من الدول حول العالم. هذه المأساة أثبتت مرة أخرى، حقيقة أخرى، العمل الأكثر تأثيرا من أجل التعافي هو أن يستجيب البشر جميعا. وكأن أفضل الإجراء يمكن أن يقوم به البشر هو أن نبتعد، هذا لا يجدر. يمكن أن نستسلم، نعم، ولكن ستكون هناك فيضانات وحرائق في كل أسبوع، وسوف نسبح في بحار ونقضي باقي أعمارنا نرتدي الأقنعة ولا نستطيع أن نشرب المياه التي نريدها. ومعدل الأعمار حول العالم سينخفض كثيرا ليصل إلى 25 أو 30 عاما لكل شخص. ربما سيكون ذلك موقظا لنا، هؤلاء من بيننا الذين نسوا، هذا كوكبنا قد يشعر البعض أن هذا ليس كوكبنا، كوكب الباندا أو المخلوقات الأخرى. هناك من لا يستطيعون التخلي عن البلاستيك أو الانبعاثات، لا يستطيعون القيام بأي من ذلك، نحن الذين يجب أن نصوب ذلك. إنها الأسباب التي يجب أن تعالج وليس العوارض. إن التفكير العالمي هو الذي يجب أن يتغير، السلوك العالمي، الأولويات في كل دولة يجب، والتي لا تنظر إلا للنمو الاقتصادي، يجب أن يكون هناك تقدم بيئي. لا يجب أن نقيس كل شيء بمعدلات التضخم وغير ذلك، يجب أن نكترث للبيئة والتربة، يجب أن تكون هناك جغرافيا جديدة ليس كسوق محتملة للسلع والخدمات، وإنما مأوى لآلاف الكائنات من الحيوانات والنباتات. نحن يجب أن نحافظ على شيء هام، قيل الكثير وقد حان الوقت للتحرك سريعا. شكرا جزيلا لحسن إصغائكم.